النهاردة مشاهدينا، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية نظمت حفل تخرج دفعة عام 2016-2017 برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، بناء طبعا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نشوف معاكم التقرير ده ونرجع تاني. الأكاديمية العربية المصرفية ده جزء من تعليم محترم جدا، بيدي ماجستير في الإدارات المصرفية والعلوم المصرفية، وإحنا دايما بندعم كل الأنواع الدراسات. طبعا هنا الدراسة دي مع الدول العربية، مع مؤسسة جامعة الدول العربية، يعني إذا إحنا بنتكلم على تعليم بيستفاد به مصريين، تعليم الدول العربية كلها بتشترك فيه، نموذج من التعاون اللي موجود اللي إحنا بندعمه بشكل كبير. إحنا بندعم دايما الدراسات العليا في التخصصات اللي إحنا محتاجينها في المرحلة القادمة. تعرف المشاريع الاستثمارية بصفة عامة، ومصر داخلة على مشاريع واعدة جدا استثمارية محتاجة تخصصات من هذا القبيل. هذا النوع من أنواع الدراسات العليا هو إضافة للمهندس وللطبيب وللمحامي وللتجاري وللمصرفي. احنا بندعم هذا النوع من انواع الدراسات لانها في نهايه الامر بتعود على مستوى سوق العمل وتعود على الاقتصاد في الدوله ان شاء الله. نشهد اليوم في رحاب جامعه القاهره في قاعه الاحتفالات الكبرى حفله تخرج الفوج الثامن من طلبه وخريجي الاكاديميه العربيه ممن يحملون درجه الماجستير المهني في اداره الاعمال. ويأتي هذا الحفل بتوجيهات كريمة من فخامة السيد الرئيس لوزير التعليم العالي لكي يكون هذا الحفل تحت رعايته، لتبرهن بأن مصر العزيزة جمهورية مصر الشقيقة هي الحاضن الأول والحاضن العريق الواسع للعمل العربي المشترك. وجود هذه الأكاديمية هام جدا، لأنه بيقدم مهارات لسوق العمل. بعض الناس ما بتاخد البكالوريوس وبتبقى محتاجة بعض المهارات التطبيقية في مجال العمل، بصفة خاصة في مجال الاستثمار والأعمال وسوق المال والأعمال المصرفية بصفة عامة. نحتفل اليوم بتخريج ثلة من الكفاءات العربية التي تعمل في إطار القطاع المالي والمصرفي، والذي نستشرف منه لأمتنا العربية الريادة والابتكار في هذا المجال النوعي المتخصص الذي تتزاحم فيه أجواء هذه المنظومة عالميا، والتي استطاعت أمتنا العربية أن توازي وتواكب كل هذه التوجهات خطوة بخطوة وعملا بعمل. الحقيقة إن ده دور كبير في الدولة، إن احنا نساعد شبابنا إنهم دايما مش بس يخلصوا البكالوريوس او الليسانس بتاعهم، لازم طبعا لما يبتدوا يشتغلوا في احد الاعمال انهم يطوروا نفسهم. فالحقيقه فيها يعني عدد كبير من الشهادات المهنيه اللي بتساعدهم في اداء اعمالهم. استفدنا استفاده عاليه جدا من الدراسه بالاكاديميه ومن الاساتذه المتخصصين المحترمين اللي درسوا لنا في الاكاديميه، وبنعتز بان احنا خدنا ماجستير من الاكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه. وإن شاء الله يعني بنتمنى أن احنا نطور من نفسنا أحسن. الدراسة اللي أنا درستها استفدت منها كتير جدا في شغلي، وإن شاء الله هستفيد منها بعد في إطار الخطة الاستثمارية أكيد اللي هتبقى في الدولة، أكيد هنستفيد. النهاردة أنا سعيد جدا بتكريمي من خلال الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وسعادتي بتكريم مضاعفة لأن التكريم جاي لي من الطلبة كمان. اختيار الطلبة ليا كأفضل إعلامي السنة دي وتحديدا في مجال العمل الخيري، فده أسعدني أكتر، لأن الواحد بيشعر، ويمكن قناة المحور من القنوات المهمة جدا اللي كان ليها دور كبير في عمل واحد من الناس، وبرنامج واحد من الناس كان ليه مساحة كبيرة جدا في قناة المحور. فطبعا أنا بسعد جدا لما يكون تكريمي النهاردة على واحد من الناس على مدار 10 سنوات، السنة دي 10 سنين في البرنامج، فده في حد ذاته بيدينا عبء جديد وبيحسسنا وبيدينا انطباع كإعلاميين كلنا إن احنا لازم نخصص ولو توقيتات بسيطة في برامجنا العمل الخير.